السلام عليكم، بس راح نبلش بشرح مادة الهندسة البيئية. مادة الهندسة البيئية بتنقسم لأكثر من بارت، عندي إلها بحدود 10 بارتات. بارت بيعتمد على الثاني بشكل كبير، يعني ممكن بارتين آخر بارتين ما بيعتمدوا على اللي أخذناه قبل، بس بشكل عام إحنا كتعريف المادة مترابطة بين بعضها، فلازم كل بارت ندرسه نكون فاهمينه وبالتفصيل وحلين عليه أسئلة كثير. بس أول بارتين بالمادة يعني مش مهمين، لأنهم هم عبارة عن مقدمة، وأنا راح أحكي مقدمة عن المادة. المادة بتبدأ بتشريعات وقوانين للملوثات بالبيئة، يعني أنا بدي أعرف شو التشريعات وبأي سنة وبأي قوانين، وشو القوانين اللي حطوها مشان الملوثات بالبيئة، وإحنا مشان نمنع التلوث وهكذا. هذا الأشياء حفظ، هاي بتكون عليك. إحنا رح نشرح بالفيديوهات هاي بالسلسلة هاي بسلسلة الهندسة البيئية بمواضيع الحل، أشياء نركز عليها بالحفظ، حل أسئلة كثير على كل بارت مشان نتمكن 100%. طيب بالبداية مادة رح تبلش تحكي عن الكيمستري، عن الكيمياء. رح نراجع بعض المواضيع بالكيمياء لأنه بشكل كبير المادة بتعتمد على الكيمياء، بس مش انه اللي مش فاهم كيمياء يعني خلص راح يجيب صفر ما راح يعرف يفهم المادة، لا لا، ان شاء الله راح يكون شرح مبسط مش كثير بعتمد على الكيمياء، بس اساسيات معينة نعرفها، وهيك احنا نكون انجزنا جزء كبير. يعني من شابتر الكيمستري مثلا بناخذ كيف نتعامل مع التركيز، المولاريتي يعني ملي جرام لكل لتر، ملي ايكوفالنت لكل لتر، بي بي ام وهكذا، هذا كله راح نحكيه. وبعدين من خلاله بننتقل لموضوع الماس بالانس والماس ترانسفير، احنا كيف بننقل الماتيريال بشكل عام بالنظام، سواء نظام بيئي او انظمه اخرى، واحنا اي ملوث كيف بنتقل من مكان لمكان بعده طرق وبعده اشكال. وكمان راح نتعلم عن ملوثات بالبيئه، وراح نتعلم كيف احنا راح نعالج الملوثات بالبيئه، وراح نتعلم اختبارات اللي بنعرف قديش كميه الملوثات بالبيئه، وراح نحكي كمان عن المعالجه اللي هي التريتمنت للسيرفس ووتر، يعني المياه السطحيه، وراح نتعلم عن المياه الجوفيه، يعني احنا راح نتعلم الجراوند ووتر والسيرفس ووتر تريتمنت، وبنفس الوقت كواليتي، يعني احنا راح نتعلم جوده المي، كيف احنا نحصل على اعلى جوده، كيف احنا بنحصل على معالجه، كيف نحسب كمية الملوث، كيف نحسب اللي احنا راح نعرف نعالج المي هاي صالحة للشرب مش صالحة للشرب. ورح نتعلم بعدين البوبيوليشن، يعني احنا قديش النمو سواء للملوث او للسكان او للبكتيريا، يعني اي نمو لاي كائن حي. ما هي هندسة بيئية، البيئية بتعتمد على الانسان والحيوان والنباتات، فانا راح اتعلم من خلال بيانات معينة اعرف كم راح ينمو مثلا كمان 10 سنين بناء على قراءات واحصائيات، كمان 10 سنين كم بصير البكتيريا، كم بنمو وهكذا. وبعدين راح نتعلم عن آخر شيء عن الاير بوليوشن، اللي هو تلوث الهواء وشو الأشياء اللي بتحدث بالهواء وبطبقات الجو الأتموسفير والستراتوسفير وهكذا. طيب احنا راح نبلش كيمستري. طبعا طريقة الشرح انا راح اشرح على وايت بورد عادي، بعدين بنشيك على السلايدات الوورد وراح نحل بروبلم، وبعدين اذا انت حابب اللي انا كتبته بشكل واضح راح تلاقيه برابط يعني موجود على جروب القسم، واللي مكتوب بي كامل ميد او فاينل، واللي ما بيقدر يبعث لي او بيعلق على الفيديو بده الشرح للماده كامله وانا بعطيه. طيب نبلش بدايه نحكي عن كيمستري. كيمستري كيمستري نتعلم شيء صغير منه، نتعلم من الكيمستري شو معنى الملوث. بوليوشن هو ملوث. شو تعريف الملوث؟ يعني انا واحد حكى لي انت عملت تلوث بالمياه مثلا، ايش عملت؟ يعني شو معنى ملوث؟ الملوث هو اشي مش مرغوب بالنظام، هذا تعريف الملوث. يعني انا مي شفت لها لون مختلف، شفت لها ريحه، يعني شميت لها ريحه، راح تحكي لي انت شو هذا مش مرغوب فيه، انا ما بقدر اشربه، فهذا الملوث. طيب انا ليش بدرس الكيمستري؟ لان اغلب الملوثات اصلها كيميائي، اغلب الملوثات
أعطيلها كيميائي. هاي نقطة مهمة جدا، لأن هيك إحنا ندرس الكيمستري. بدنا نتعرف على كم مصطلحات وشو الوحدات تبعهم. أول شيء الكتلة، الماس. الماس شو وحدات الماس؟ هتقول لي خلينا نكتب إحنا كتابة أفضل. الماس راح تقول لي في كيلوغرام، في جرام، في ميليغرام، واللي إحنا الوحدة المشهورة معنا راح تكون ميليغرام، في مايكروغرام 10^6، عندي نانو جرام. عندي هذول أنا وحدات للكتلة، كيلوغرام، جرام، ميليغرام، كيلوغرام اللي هي اللي إحنا الأصليين نعرفها، اللي هي 1000 جرام، جرام اللي هي الجرام العادي، ميليغرام يعني 10^3 جرام، المايكروغرام 10^6 جرام، والنانو جرام هي 10^9 جرام. لازم نعرف هاي الوحدات الأساسية. طيب عندي الماس، عندي الأمان of substance، كمية المادة، كمية المادة بإيش تقاس؟ تقاس بوحدة المول، تقاس بوحدة المول. طيب عندي كمان الموليكيولار ويت اللي هي الكتلة المولية. الكتلة المولية هي فعليا بتكون ناخذها من الجدول الدوري، جرب كلنا اخذنا الجدول الدوري. الموليكيولار ويت اللي هي بتكون وحدتها جرام لكل مول او ملي جرام لكل مول، يعني بالاحرى هي عبارة عن ماس على نمبر مول. تمام، للكتلة عدد المولات بيعطيني الموليكيولار. عندي الفوليوم، راح نحتاج بالمادة هاي مان الفوليوم. الفوليوم شو يقاس؟ متر مكعب. راح تقول لي مقاس برضو بالليتر، برضو مقاس بالمليلتر، ومقاس مايكرومتر، مايكروليتر، مايكروليتر. وحدات للفوليوم يعني، بس أنا بدي أعرف شو وحدات الفوليوم مشان أحتاجهم. متر مكعب، الليتر هو 1000 متر مكعب، المليلتر هي 10^3، مايكرو لتر 10^9^6 لتر. طيب عندي الكونسنتريشن، عندي الكونسنتريشن، اهم شيء الكونسنتريشن. الكونسنتريشن عباره عن ماس الفوليوم، الماس على الفوليوم. هذا هو التركيز، تركيز اي ملوث عبارة عن الماس على الفوليوم. طيب هاي وحداته. شو انا بقايس الكونسنتريشن؟ بقيسه باكثر من اشي، بقيس باشي اسمه مولاريتي. المولاريتي هي بتكون وحدتها مول لكل لتر. تمام، مول لكل لتر. انا مباشرة بس اشوف مول لكل لتر المولاريتي. لو قال لي اذا جسم المولاريتي له 5 مول لكل لتر، انا بعرف انها مولاريتي. طيب عندي المولاريتي، الشغلات كلها راح تاخذوها واخذتوها زمان بالكيمياء، تاخذها باللاب الصحيه واللاب البيئيه، عباره عن المول للكيلوغرام. عندي النورماليتي، النورماليتي هي عباره عن جرام ايكوفالنت لكل لتر، بس راح نحكي عنها هاي. عندي مولر كونسنتريشن، مولر كونسنتريشن وحدتها مول لتر. وفي عندي الماس كونسنتريشن عبارة عن الجرام لكل لتر. احنا بالهندسة البيئية اغلب الوحدة اللي احنا نحتاجها هي هاي، طبعا نفسها هاي مولاريتي مول لكل لتر، تسمى مولر كونسنتريشن. ماس، ماس كونسنتريشن هي ملي جرام لكل لتر. هنا شغله اسمها الايكويفالنت. شغله هي النورماليتي اللي هي المول اللي هي الجرام لكل ايكويفالنت لكل لتر. عندي شيء اسمه ايكويفالنت. هذا مهم جدا، راح يمر معنا بشابتر من شباتر فاينل، يعني لازم اعرف شو الايكويفالنت ويت. الايكويفالنت ويت عباره عن الموليكيولار ويت اللي هي ام، بسميها ام دبليو تي، موليكيولار ويت على الشارج الشحنه. تمام، موليكيولار ويت
الايكويفالنت ويت بيساوي المولكيولار ويت على الشارج. على الشارج عندي انا شيء اسمه ملي ايكويفالنت لتر، وحده برضه هاي كيف بحول من ملي جرام لتر، من ملي جرام لتر كيف بدي احولها ملي ايكويفالنت لتر. هاي لازم اركز عليها، هاي لازم عشان احول ملي جرام لكل لتر، ملي ايكويفالنت لكل لتر، شو بعمل انا؟ احكي الكونسنتريشن، الكونسنتريشن بال ملي جرام كل لتر اسمه على الايكويفالنت ويت. ايكويفالنت كل ايكويفالنت ويت مولكيولار ويت على التشارج. بس يعني انا جاني سؤال قال لي اذا عندي انا 50 يعني خلينا نخلص تقريبا هاي الشغلات اللي حكينا الاساسيه، كان مثلا 50 ملي جرام كل لتر من عنصر معين، لازم يحكي لي اسم العنصر، لازم يحكي لي اسم العنصر لانه بيعتمد على النوكليار ويت، والنوكليار ويت بيعتمد على الجدول الدوري، فانا لازم يعطيني شيء معين. بدي لكم سؤال تكرر كثير، يعني بنقدر نحكي سؤال سنوات، مهم جدا على هذا البار، مش صعب السؤال بس خلني اشوفه. دقيقة بس نرجع للسؤال. قال لي 50 ملي جرام لكل لتر من CaCO3 كم بتعادل؟ طبعا كان هو خيارات ملتيبل. أول إشي بتطلع أي إذا بشوف عندي BBM ببارت مليون مباشرة بقول له هاي بتساوي ملي جرام لكل لتر. يعني أنا إذا شفت 50 BBM خلص مباشرة هي الجواب، BBM تساوي ملي جرام لكل لتر، قاعدة قاعدة BBM ملي جرام لكل لتر تساويها عددين، فأنا مباشرة بشوف بارت بير مليون ملي جرام لكل لتر. شفت 50 بدور على جواب ثاني. طيب أنا بعد التجربة وكذا اكتشفت إني بدي أحول ملي إكويفالنت كل لتر، أنا إيش بعمل؟ كل 50 ملي جرام كل لتر بدي أحولها لملي إكويفالنت لكل لتر، شو بعمل؟ أضربه هو نفسه انه بقسمه على ايش؟ على الايكويفالنت. تمام، بقسمه على الايكويفالنت. طيب شو الايكويفالنت ويت للسي اي سي او 3؟ اقول الايكويفالنت ويت اللي هي الملكيولار ويت التشارج. طيب التشارج له ايش؟ بشوف التشارج للعنصر موجب 2 سالب 2، معناته التشارج 2 بعوضها، الملكيولار ويت هو على بروح على الجدول الدوري بطلعها. المهم يطلع الناتج معي النهاية يساوي 1 ملي إكويفالنت لكل لتر. أحد الأسئلة اللي كانت تيجي بالفاينل أو بالمت، عادة ممكن تكرر بالفاينل أو بالمت لأنه السؤال مكرر من الاثنين، يعني على الموضوع مشترك بينهم. أنا بفكرة إنه التشارج كيف طلعتها؟ التشارج العنصر أو التكافؤ، يعني التكافؤ من الكرويت من الجدول، بشوف الكالسيوم من الكلير ويت إله والسي أو 3 كم التكافؤ لها، يعني بشوف الاو الاو كم 16، الكربون كم وهي 8، انا مش حافظ هاي لانه من جدول الدوري، يعني معطيات او انت بدك تجيبهم من جدول الدوري الصوره بتلاقيهم، يطلع الناتج معك واحد او معك الناتج. اول موضوع بس اللي هي كيف نحول ملي جرام لكل لتر ملي كويفالنت لكل لتر، نعرف انه البي بي ام نفسها ملي جرام لكل لتر، عرفنا العناصر الاساسيه بالماده راح نتعرف عليها، الملي إكويفالنت، الملي جرام لكل لتر، الكونسنتريشن وهكذا. هاي نقول جزء بسيط من الأول شابتر، ومنكمل هسا لأنواع تفاعلات. أنواع تفاعلات، أنواع التفاعلات عندي أسيد بيس رياكشن، أسيد بيس رياكشن. الأسيد بيس رياكشن ببساطة غير البروتون، يعني change with بروتون، الأسيد gives بروتون والبيس accept بروتون. شو يعني هالحكي؟ يعني البروتونات بتتغير، البروتون اللي هو الـ H+ تمام،
بروتون هوت بلس. كل الحمض اسيد بيعطي بروتون هوت بلس. بس اللي هي القاعدة تأخذ تستقبل إيش بروتون. أنا أشوف التفاعل مثل O3 زائد H2O يعطيني H3O زائد O3. هذا إيش؟ هذا تفاعل بروتون، تغير البروتونات، الأكل تغيرت ولا لا؟ أعطاني مركب كامل. هذا إيش؟ بس رياكشن. طيب في شغلة بنعرفها، في وحدة نشوف أي شيء بين هاي القوسين، هي عبارة عن الكونسنتريشن. كونسنتريشن لازم وحدتها، قلنا في مولر كونسنتريشن وفي ماس كونسنتريشن، بس هي بتدل على مولر كونسنتريشن يعني وحدتها مول كل لتر. تمام، لما نشوف هذا الاشي لازم يكون وحدته مول لكل لتر. ايش مول لكل لتر؟ بتحولها من الجرام لكل لتر، بتحولها لمول لكل لتر. هذا هو التفاعل. عندي التفاعل الثاني هو البرتسيبيتيشن، هو ذائبية العنصر. يعني مثلا solubility، solubility of substance، يعني سلوك المادة ما تذاب. يعني لما أنا أمسك مثلا سكر أحطه بالماء كيف بيذوب؟ يعني السلوك وفارس، يعني السلوك. هذا تفاعل participation. بيقول لي شو يعني، شو تعريفه بشكل عام؟ أكبر كمية يمكن يتحملها أي مذيب بالماء. طيب هسه في عندي ثلاث كميات، ثلاث شغلات، شو هم؟ عندي أول شيء ممكن أسميه under saturated، saturated. عندي saturated عادي، في عندي سوبر، سوبر ساتوريتد. يب، شو معنى هاي؟ لو كان السوليوبيليتي، السوليوبيليتي مثال احنا نعطي، كانت السوليوبيليتي تساوي 5، تمام، ذهبية بتساوي 5، هاي لازم تكون اقل من 5، تساوي 5 وهي اكبر من 5. شو يعني هالحكي؟ يعني انا فرضنا ذائبيه عنصر معين بالماء بتساوي 5، انا اذا شفت ذائبيه هذا العنصر تساوي يعني ستاندرد 5، شفت الذائبيه 4 بقول هذا اندر ساتوريتد، شفت انها بتساوي 5 بتكون ساتوريتد، شفت اكبر من 5 بتكون سوبر ساتوريتد. يعني لو كانت هاي 7، خليها هاي 7، خليها 7، سبعة إنه مثال. أكبر من السوليوبيليتي بيكون سوبر، تساويها بيكون ساتوريتد عادي، أقل منها بيكون أندر ساتوريتد. هذا ثاني تفاعل. ثالث تفاعل اللي هو الاختزال، ديشن ريكشن، قوسين اسمه ريدوكس. هذا بيكون changeable oxidation، يعني انتقال الكترون، انتقال معادلات عكس الاختزال، انتقال الكترون يكسب الكترون يسموه reduce، واللي بيخسر الكترون يسموه oxidize. تأكسد هاي اختزال، هاي اختزال وهاي تأكسد. تمام، بيكسب الكترون بيكون اختزال، واللي بيخسر الكترون بيكون اوكسيدايز. عندي ثالث رابع نوع من التفاعلات اللي هو البيس، بيس كيميكال
is chemical reaction. Best chemical reaction. اللي هو بيسموه ستوكيومتري. هاي الشغلات يعني مش جدا جدا مهمة، لازم كنت تعرفها. ممكن يجي عليها سؤال شنو هذا التفاعل، يقول لك معادلة شنو هذا التفاعل، تعرف شو هو. طيب هذا البيس كيميكال رياكشن، يعني انا رياكشن يعني بنقدر نقول موزون. موزون يعني عدد الشحنات، يعني شحنات، اكتب كتابي اسرع شوي، شحنات اليمين تساوي شحنات على اليسار، نفس الوقت ذرات اليمين تساوي ذرات اليسار. يعني اضرب مثال بسيط، انا عندي C4 H10 زائد O2 بده يعطيني هذا، يعطيني مثلا CO2 زائد H2. تمام، فأنا بلاحظ انه عندي هون، عندي هون ذرة اكسجين، ذرتين اكسجين، فثلاث ذرات اكسجين، عندي ذرتين اكسجين، بلاحظ عندي ذرتين هيدروجين، عندي 10 هيدروجين، بلاحظ عندي هون 4 كربون، عندي هون كربون واحد. انا بدي اوزن هاي المعادله، شو بعمل؟ انا بدور على اشي يوزنني، يعني بلاحظ هذا انه هون سي 1 هون سي 4، فانا لو ضربتها ب 4 ضربتها ب 4 بصير 4 كربون 8 اكسجين 9 اكسجين. لاحظ انه هون عندي 2 اكسجين، يعني هون مستحيل اني اضربها ب 4.5، يعني مش منطق، عشان انه تصير 9 وهون 9 وخلص وامشي، لانه لسه الهيدروجين ما خليته هاي، فهاي بدي اضطر مثلا اخليها 5. لاحظ انه هون 10 هيدروجين 10 هيدروجين 4 كربون 4 كربون 2 اكسجين 8 اكسجين 5 اكسجين، كم هذول؟ 8 و5 13، هاي 2 اضربها مثلا بنص، قول لي لا ايش تعمل؟ مشان يعني 6.5، مشان ما يكون عدد كسري بخلي عدد صحيح. فشو بعمل اذا هاي 6.5 هاي وبعدها 1، يعني هاي 4 وهاي 5، شو بعمل؟ بضرب كله باثنين، بضرب كل المعادله باثنين، فبتصير هاي 2 C4 H10 بتصير 13، هاي معادله موزونه. تمام، هاي بتصير 8 هاي بتصير 10، بتصير فعشرة H2O 8 CO2 O2 2 C4 H10 بيعطيني معادلة موزونة، بيعطيني معادلة موزونة. يعني أنا أي سؤال بدي أحله يعني طلب مني كتلة هاي، عدد مولات هاي كذا، شو بعمل؟ بعمل أول شيء أوازن المعادلة، أعمل بيس كيميكال رياكشن، أعمل له بالانس. بالانس مش بس هاي، بالانس هاي بالانس، بالانس كيميكال رياكشن، عمل اتزان للمعادله. طيب بس بعد ما اوزن المعادله برجع اكتبها، وش السؤال اللي عليها؟ هي عليها سؤال. طيب قال لي بعد ما اوزنت المعادله 2 سي 4 13، علمتكم كيف اوزنت المعادله، وكل المعادلات نفس الطريقه، كل المعادلات بنفس الطريقه، انه انا اشوف شو الاشي اللي بده يخلي لي عدد يمين بيساوي عدد يسار. يعني هاي بعتمد يعني على الخبره كيف تعرف توازن، مش انه انت من مره ما شفت الكيمياء بدك تعرف توازن، لا بدك تعرف كيف توازن بالعقل. 8 سي او 2 زائد 10 اتش 2. تمام، انا وزنت. طيب شو السؤال اللي طب بدك تكتبه بالعربي؟ انا اللي كم كميه CO2 ينتج heat from ينتج 100 جرام من C
CO2 يعني كمية CO2 يعني بده كمية يعني بده كمية. هسه هون ماس يعني كانوا حكى لي ماس يعني بده كم ماس يعني كم كتلة C4H10 اللي بتنتج لي 100 جرام CO2. في أكثر من طريقة لحلها، أنا بدي أحلها الطريقة التقليدية والطريقة الأسهل. كيف يعني؟ أنا حكى لي طلع هون CO2 صح؟ 8 مولات CO2، أنا بحكي له 8 مول CO2 تمام؟ شو بدي أعمل أنا؟ أحول المول لإيش؟ لجرام، بدي أحولها لجرام يعني مشان يكون ناتج بالجرام. فثمانية مول CO2 شو بدي أعمل؟ على 2 مول C4H10 تمام؟ هسا إيش هو بده؟ وبده كمية CO2، بحط كم كمية CO2؟ هاي كمية CO2 بحط بأنه بدي هاي، بدي إيش أنا إيش معي؟ معي 2 C4H10 اللي بده إياه تمام. شو بعمل أنا؟ أضربه مولكيولار ويت، مولكيولار ويت لمين؟ للCO2 يعني مولكيولار ويت للCO2 C بتساوي 8 O2 تروح 16 في 32 اثنين مش 32 18 36 كانوا 12 سي 12 او 2 32 سي او 2 كامل يعطيني كم 44 تمام 44 جرام سي او 2 على مول سي او 2 ليش انا عملت هيك جرام على مول؟ انا هاي الجرام لكل مول ايش؟ شو قلنا وحدة شو المولاريتي؟ المولكيولر ويت، المولكيولر ويت شو قلنا؟ المولكيولر ويت قلنا هي عبارة عن الجرام لكل مول، يعني انا ضربت بجرام لكل مول، انا حولت يعني انا ضربت هذا الاشي، هذا الاشي عبارة عن مولكيولر ويت. شو بعمل انا؟ عندي عندي مول مع مول وعندي مول CH4 بدي اطيره مع مول CH4، ايش بعمل انا؟ اقسم المولكيولر ويت مين C4H10 بقول 1 مول C4H10 على جرام C4H10. طيب C4H10 كم؟ 10 ذرات هيدروجين يعني 10، 4 كربون 4 في 12، 4 في 12 48 10 58 ايش C4H10 هذا ايش الاشي؟ مقام مولكيولر ويت هذا العنصر. هذا الناتج شو بيعطيني؟ اقول انا مول على مول ايش بيعطيني الناتج؟ بيعطيني الناتج ما حلو 3.0 ثلاث أربعة جرام CO2 هو هذا على جرام C4. طيب حكى لي السؤال، حكى لي السؤال كم كتلة ال CO2 يعني يعطيني 100 جرام C4H10؟ يعني أنا لو ضربت 100 جرام C4H10 هاي بتروح طلع عندي كم جرام سي او هاي 103 كنت 4 سي او 2 جرام. يعني انا شو عملت؟ حكالي كم كميه سي او 2 ينتج 100 جرام سي 4 اتش 10. انا شو عملت؟ اللي بدي اياه، شو اللي بدي اياه؟ سي او 2 شو عدد مولاته؟ اقسمها على عدد مولات
المعطاة أضرب بالكتلة المولية اللي بدي إياه، بقسم الكتلة المولية المعطاة بعدين أضربها بكتلة المعطاة تعطيني كمية المطلوب. نسبة تناسب، هذا السؤال بقدر أحله نسبة تناسب. كيف يعني؟ بدي أمسح هاي الشغلات بدي أحله نسبة تناسب. بدي أحله نسبة تناسب. أقول لك أنا 2 مول 8 مول. يب الإشي اللي أعطاني 100 جرام اللي بده ينتج جرام من سي 4 100 جرام سي 4 2 صح؟ بشتغل نسبة وتناسب. شو هنا العدد المولات؟ شو عدد المولات بيساوي؟ number of moles يساوي هو خلينا نشوفها شوي. تمام بس عشان نتأكد من القانون يعني مشان ما هاي المولات شو يساوي؟ يساوي المول ايش المول؟ الماس يساوي الماس مليكر ويت. انا من وجبت هذا القانون بعرف ان المليكر ويت يساوي الماس الجرام المول. احنا هيك بعرف. طيب جرام على جرام كل مول، الجرام على الجرام بيطير والمول بيطلع لفوق، عدد المولات بيساوي الماس على المليكر ويت. طيب قديش اعطاني؟ اعطاني 100. قول له 100 مليكر ويت، كم مليكر ويت للسي 4 اتش 10؟ 58 صح. 100 على 58 اعطتني عدد مولات سي 4 اتش 10. طيب الاثنين اللي هي عباره عن 100 على 58 58 بدها تعطيني المولات مجهوله لمين؟ CO2 صح؟ بالنسبة التناسب بتطلع مع قيمة X تساوي عدد. راح تقول لي هسا شو بعمل؟ ال X ايش هو؟ عدد المولات. بقول عدد المولات بساوي الماس اللي بده اياها ايش؟ على الملكر ويت لل CO2 اللي هي 44. قبل شو طلعنا هايها 44 عدد مولات اللي هي ال X بطلع الماس. انا عندي طريقتين لحل هذا السؤال. بحل على الطريقة نو عدد مولات اللي بدي اياه على عدد مولات المعطى مضروب بالمولكيولر ويت اللي بدي اياه مقسوم على المولكيولر ويت للمعطى مضروب بكتلة المعطى تعطيني كتلة ناتج اللي بدي اياه. اما الطريقة الثانية نسبة وتناسب، عندي انا 2 مول من السي 4 اتش 10 اعطوني 8 مولات المعادلة الموزونة. نفس الوقت عندي انا عدد مولات انا طلعتها من الماس على المولكيولر ويت كل شيء معطى، اعطاني عدد مولات للاكس ال x ايش تعمل لي؟ تعطيني الناتج النهائي. طيب في كمان موضوع نشرحه. في عندي مثال ثاني على نفس المثال، على المثال الثاني كمية اكسجين اذا نكتب المعادلة C6H12O6 زائد 6O2 تعطيني 6CO2 زائد 6H2. هذا الموضوع قال لي اللي بده كمية الأكسجين كمية O2 المولاريتي المولاريتي أعطاني تساوي 1.6×10 وسالب 3 مول لكل لتر. لمين؟ لمين؟ لا C6 اللي هو الجلوكوز هذا 12.6. قال لي كمية O2 انا عندي مولاريتي 1.67 في 10 كوثر 3 مول لكل لتر من الجلوكوز. انا ايش بعمل؟ نفس الطريقه معي كم اللي بدي اياه ايش بدي الاو 2 بقول 6 مولات او 2 6 مول على عدد مولات عدد مولات مين؟ عدد مولات اللي بدي المعطى. المعطى 1 مولات 1 مول سي 6 12 O6 ضروب مولكيولر ويت اللي بدي اياه. كم مولكيولر ويت للاو 2 اللي هي 32 32 جرام او 2 على 1 مول او 2 مع هاي بتطير
ايش بعدين انا معطيني ماكسيمو نيوكليور ويت اللي بدي اياه، نيوكليور ويت اللي بدي اياه. ايش انا بدي الناتج؟ بدي الناتج مول، بدي الناتج جرام لكل لتر صح؟ معي هاي مول لكل لتر، بالمقام مول، البعض يكون في مول مقام في لتر. شو المول لكل لتر؟ هي 1.67 14 قول سالب 3 مين؟ T6 12 6. هاي طارت، طال الناتج معي 2 جرام لتر، الناتج معي جرام لكل لتر، معي تقريبا 0.32 جرام لكل لتر. تحولها لملي جرام لكل لتر وبيبقى 1320 ملي جرام لكل لتر. نفس الطريقة هذيك، المولات اللي بدي إياه على عدد مولات المعطى مضروب بالنيوكليور ويت مضروب مقسوم على النيوكليور ويت، او انه بشوف شو اللي بدي اياه، بدي الناتج من الجرام لكل لتر او جرام لكل لتر، بشوف شو بقسم وشو مضروب. هاي هيك مقدمة بسيطة عن المادة. طبعا هيك نقدر نحكي انه هذا بارت 1 مش للمادة كاملة، يعني هذا بارت الكيمستري جزء منه. نشرح البارت الثاني فيديو منفصل، يعني مشان يكون الفيديوهات قصيرة. يعطيكم العافية.